أميمة عاشوري 22 سنة، سنة أولى ماجستير بحث في قانون الأعمال كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، ناشطة في المجتمع المدني، بارتيسيبونت أم مناظرة ضمن مشروع صناع الرأي. صناع الرأي، وصناع الرأي قعدوا تشاوروا، وفما اللي معاه وفما اللي ضد، لكن ديما النقاش في إطار الاحترام. وكما كنت شاهدت الحلقات اللي تميزت بها مناظرة وبرنامج زعمة به اليوم، الأطروحة كانت زعمة وسائل التواصل الاجتماعي خطر على الأسرة ولا لا. أنت كنت في الفريق المساند لهذه الأطروحة، شنو الحجج اللي قدمتوها؟ أنا كما كنت تقول كنت في الفريق المساند للأطروحة. قلنا أهم حاجة ركزنا عليها الحقيقة في الحجج اللي هنا وسائل التواصل الاجتماعي قاعدة تفكك في الأسرة، أفقدت المناسبات العائلية متاعنا المعنى متاعها ورونقها. لهنا العبيد الكل تبعث لك ميساج تقول لك مبروك، ولا حتى لهنا شفنا حتى معناتها مالوغوزمون جنازات العبيد تحضر فيها أونليني معناتها بالكاميرا. حكينا زيدا حتى على الخيانة الزوجية اللي ظهرت مع وسائل التواصل الاجتماعي، مفهوم جديد للخيانة الزوجية، الخيانة الإلكترونية. حكينا على العنف زيادة من خلال التعليق اللي معتها برش عبيد معتها شخصيات غير سوية، لهنا وسائل التواصل الاجتماعي فسحت لها المجال باش تستقطب خطابات الكراهية، التنمر، برشا حاجات معناها فسحت المجال معتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي باش أنها تمر خاصة الأطفال والأبناء لهنا اللي عنده ياسر تأثير على الشخصية متاع الطفل وتكوينها. حكينا زيادة على كيفاش فقدنا معتها عاداتنا تقاليدنا الهوية متاعنا، لهنا تطبيع مع العنف، التعاليق اللي قاعدة تبرر في العنف خاصة ضد المرأة، وبرشا حاجات معتها سلبية. لكن الفريق اللي ضد الأطروحة قال لي مش لهالدرجة، معناها هي تمثل خطر على تمسك الأسرة. الحقيقة احنا لهنا نسبنا معناها بطبيعة معناتها لازم كل شيء نسبي معناتها في الدنيا، دونك نسبنا قلنا انه احنا نشوفوا اللي الاستعمال المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، الاستعمال غير العقلاني، الغياب التام معناتها للرقابة معناتها هذيك هو اللي يشكل خطر. بطبيعة فما حاجات باهية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كيما شنو؟ كيما برنامج صناع الرأي معناها لهنا ما جابش نحكيش على بودرت مناظرة، برنامج صناع الرأي طبعا. احنا معناتها من خلال البرنامج هذايا اللي هو الهدف نتاعو انه يخلق معناتها منصة للشباب للفئات غير المسموعة باش انها تعبر على رأيها في إطار معناتها صحي وبكل معناتها طريقة حضرية. زيد هو منصة للنقاش، تعزيز ثقافة المناظرات، وبطبيعة هو مشروع كما تعرفوا في تونس ولبنان. وكهو هذا محاجة. لكن أميمة اليوم صحيح وسائل التواصل الاجتماعي مصدر نجمو ننشرو فيه الأعمال متاعنا، نجمو نبتكرو فيه كصناع رأي محتوى جيد ومهم، لكن في وسائل التواصل الاجتماعي حتى المحتوى الجيد ما يشاهدوهوش برشا، ما يبارتاجيهوش برشا، ويمشيو أكثر للحاجات اللي تتنشر اللي هي إشاعة، وحتى كي تقدم لهم البديل اللي هي تقول لهم راي إشاعة أو خبر زائف وراي التصويرة هذه غالطة وإلا في مدة زمنية معينة تعديت، يبقى يتنشر الخبر هذاك. يعني اليوم حتى وسائل التواصل الاجتماعي رغم الأشياء الجيدة اللي فيها، لكن اللي طاغي عليها أكثر هو الأخبار الزائفة، الإشاعات والترويج لها. هوني قدمت بعض الحلول الصحيحة اللي وسائل التواصل الاجتماعي تمثل خطر على الإنسان وعلى الأسرة وخاصة على الأطفال إذا كان استخدمت دون نحبش نقول مراقبة، دون تأطير من قبل الأسرة وإلى الإطار التربوي. اليوم فما برشا حلول نجمو نخليو بها وسائل التواصل الاجتماعي ما تكونش خطر على الأسرة، كيفاش؟ لهنا الحقيقة معناتها المسألة مرتبطة أكثر بالوعي متاع الإنسان، معناتها يعرف كيفاش يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي، زادا ما يكرسش وقته الكل معناتها نهار كامل يعدي في وسائل التواصل الاجتماعي، فما أنشطة أخرى ينجم يقوم بها. لهنا كيف زادا معناتها فما دور كبير كما قلت في التأطير معناتها من قبل الوالدين للأطفال نتاعهم، معناتها يشوفوهم فين معناتها قاعدين يدخلوا في شنو قاعدين يشوفوا. وبطبيعة الوعي يدخل زادا في مسألة الإشاعات، أنه الواحد لازم يثبت من المعلومة، ما يتبناش معناتها أي حاجة تتقال يصدقها طول ولا يقعد هو بده يبارتاج ويروج لها، بالعكس لازم يثبت ويشوف فين المعلومة الصحيحة. يعني مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي يزم يكون زادا عنده درجة من الوعي للتثبت في تلك المعلومة، مش يلقي اللوم على من نشر المعلومة هك. أي طبعا. يعطيك صحة أميمة، لكن اليوم مشاركتك كشابة وطالبة ماجستير في مبادرة مناظرة وفي صناع الرأي، اليوم شنو غيرت لك في حياتك؟
الحقيقة المشاركة متاعي معتها هذه معتها مشاركة فريدة من نوعها. أول مرة الحقيقة نجرب كيما هكا معتها تجربة اللايف ومعتها أني نعبر على رأيي معتها هكا في العلن وكل. دونك زادت لي الحقيقة برشا معتها من خلال معتها جانب شخصي وعلى جانب حتى العملي. جانب شخصي معتها زادتني ثقة في نفسي، علمتني كيفاش أني نعبر على رأيي معتها ونوصل رأيي بطريقة حضارية ومعتها في العلن. جانب العملي تعلمت ياسر معتها نتحكم في الوقت كما تعرفوا، واحنا نعمرو فورمولير الحقيقة عندنا فورمولير. دونك فما كل فيديو متاع 90 ثانية تعلمك كيفاش انت توصل فكرتك معتها في اقل ما يمكن من الوقت وافكار واضحة. كيف كيف معتها عملنا برشا تدريبات معتها 13 يوم تدريبات بالنسبة للعبيد اللي ترشحوا معناها بعد التصفيات. كنا قرابة 180 شخص او اكثر قاعدوا منا 31 بعد برشا معتها مراحل. احنا قمنا بتدريبات معتها فريق مناظرة كانوا يدربوا فينا على طيلة معتها 13 يوم. وكيف كيف زاد حتى قبل الحلقة معناها كانوا يدربونا في فن الخطابة، كيفاش اللوجيستويل، كيفاش تتكلم اون بوبليك وبرشا حاجات اخرين. الحقيقة تأثير كبير ياسر من فريق مناظرة، وباش توصل الصورة كما شفتوها معتها جمعة اللي فاتت. وكانت صورة جميلة جدا وحوار محترم جدا بتأطير الشباب وبتقديم الشباب. يعني اليوم اللي أطروا في الشباب هذوما هم زاد راهم شباب. تحية ليهم الكل، لكل فريق مناظرة فردا فردا، وأخص بالذكر جيهان رحال. تحية لك جيهان اللي ما تتأخرش في تقديم المعلومة أو في أنه تنسق مع الشباب للحضور في وسائل الإعلام. شكرا لك أمي معشوري مرة أخرى، تشرفت برشا بمعرفتك، وإن شاء الله قادم أفضل ليك في حياتك المهنية والشخصية. أعطيك الصحة، شكرا ليك. تحب تقدم تحية قبل ما نخرج فاصل؟ أي الحقيقة نقدم تحية لفريق مبادرة مناظرة، لسيباستيان سويسي، وجدين، ناس الكل معتها من غير استثناء اللي تعبوا معنا وبالحق أطرونا، وكهو نقدم تحية لأصحابي والناس اللي شجعتني الكل.